قبل أن ننطق أي حرف أو نستعرض أي تفاصيل أو نروي ما حصل من أحداث، كيف يسمى ردا من الأساس على أي هجوم بالضبط نتحدث؟ فالعملية بالوعد الصادق أتحدث، الأولى كانت الرد على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، أما الثانية فكان الرد على اغتيال القائد إسماعيل هنية في طهران. في الحالة أن الجمهورية تملك حق الرد وفق الأعراف والتقاليد الدولية وكل المسميات، أما من اعتدى ويحاول تمرير الهجوم على أنه رد فبأي حق؟ ما حصل ليلة السبت عدوان صهيوني سافر يسعى لجر المنطقة لأتون الحرب في المنطقة، لكنه وللأسف تحول من استعراض للقوة إلى برنامج كوميدي تافه وساخر. فالإمكانات البهلوانية تناثرت أمام ماكينات الدفاع الإسلامية، كل شيء في شوارع طهران كان هادئا، لا نرى الهجمات ولا إبراز العضلات سوى في القنوات الصهيونية، كل هذا وكبيرهم يقبع في غرفة تحت الأرض. أما الآن من يحق له الحديث بلغة الردود؟ والوعد الصادق الثالثة تطبخ على نار هادئة وفيها من الحق والأحقية الكثير والردع والأسبقية والقوة والرمزية. وبعده نعود لنقطة ما قبل الصفر، لكن تذكروا حرب الجمهورية النفسية تسبق الخيارات العسكرية، فلا تستعجلوا المصير، فتحصيل الحاصل إما ما سيصيبكم أو سيعودكم إلى ما قبل الجاهلية. أهلا بكم. ملفنا الأول راح يكون عن العدوان الهزيل للكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، راح نفتحها معكم بتقرير الزميل شيبان ساميلي، نتابع. أين الرد؟ لا نراه. هكذا كان يترقب الإيرانيون رد الكيان الغاصب على الجمهورية الإسلامية الذي بدأ وانتهى في دقيقتين. الدفاعات الجوية الإيرانية تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب، ولم يسفر الهجوم عن أي استهداف للمنشآت النووية أو النفطية، وإنما حصل جعل العدو الصهيوني أضحوكة أمام الجميع. هو ضمن البالونات الإعلامية اللي تطلقها دائما الكيان الصهيوني يحاول أن يهول ماكنته العسكرية والصاروخية، ولكن رأينا نفس يوم أمس كانت هي مجرد ضربة ضحوكة، لم يستهدف إلا معسكرات فارغة وأماكن، ولن تستطيع أهداف ولن تستطيع طائراتها الحديثة التي هي F-35 أكثر من 14 طائرة، لم تستطيع أن تستهدف أي هدف نوعي وحيوي داخل الجمهورية الإسلامية. من باب حفظ ماء الوجه لإسرائيل قامت بهذه الضربات المنتقات والضربات البسيطة إذا صح التعبير في الجمهورية الإسلامية، وهناك كان يعني تصدي لهذه الصواريخ أو هذه الطائرات. لا يخفى دور وقوة إيران تجاه العدو المحتل، فهي قادرة وجاهزة لأي رد على الكيان الصهيوني وفي الوقت المناسب. أما العدوان الإسرائيلي يستمر بثبات ضعفه يوما بعد يوم، ويحاول نكر هزيمته التي أصبحت واضحة أمام الجميع من خلال نشر صور وأخبار كاذبة لتبييض صورته السوداء أمام الدول الداعمة له. اليوم الحياة الطبيعية في إيران، طيران الداخلي بدأ يسير بسلاسة وبأريحية. أما الرد الإيراني، حقيقة الرد الإيراني هذا يتبع
أو يقرره القادة الإيرانيين، هذا أمر. الأمر الآخر، الإيرانيين هم يعني دائما ما مجربين، ولديهم الحنكة ولديهم الصبر ولديهم اتخاذ القرار وفي الوقت المناسب والمكان المناسب، هذا ما تتصف به وتتحلى به القيادة الإيرانية. أي رد يتحدث عنه الكيان الصهيوني؟ الرد الذي جعل نتنياهو وغلانت يهرعان داخل الملاجئ خوفا من ضربات المقاومة، أم الرد الذي كشف زيف الاحتلال من خلال نشر صورا قديمة على إنها حققت أهدافها؟ من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. أناقش هذا الملف مع الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي، حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كما أرحب من طهران بالدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقي، حياك الله أستاذ هادي. أهلا وسهلا. أستاذ سرمد، أبدأ معك من العدوان الصهيوني المحدود على الجمهورية الإسلامية، يعني لم يستمر أكثر من دقيقتين، ماذا حصل أمنيا وعسكريا؟ كيف نستطيع أن نحلل ما حصل ليلة السبت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم. إذا نأخذ الموضوع بتحليلا عسكريا يعني مهنيا، راح نترك الآن نحن مع من نقف، لأن نحن نقف مع المسلمين ومع كل ما ضد الكيان الصهيوني في كل بقاع الأرض يعني. لكن أنت طلبت من عندي تحليل عسكري وأمني لما بعد. حسب ما ذكره هم 100 طيارة شاركت بهذا العدوان، لكن أنا فقط أريد أن أوضح، مو كل 100 طيارة هي اللي تقوم بالقصف للأهداف. هذول مجموعة طائرات تكون لغرض تشويش، مجموعة طائرات تكون لغرض تأمين الحماية للطائرات لطائرات الضربة، ومجموعة طائرات تقوم بتزويد طائرات الضربة وطائرات الحماية وطائرات التشويش بالوقود. إذن انقسمت إلى مجاميع، لذلك راح تشوفين انه طائرات الضربة الحقيقية قد ما تتجاوز 15 او 20 طائرة من هذا الموضوع كله، عرفتي؟ فلذلك هم هذه العقيدة الغربية بالعمل ببداية كل حروب، هم يمتلكون سيادة جوية في هذه المنطقة، انا متفقين عليه يعني. هم اول ما ينفذون عملياتهم ينفذون يستهدفون البطاريات، احنا نسميها بطاريات الدفاع الجوي. لماذا؟ من أجل أنه إذا كانت عندهم ضربات أخرى ما يمثلن ذني، ما يشكلن خطر على طائراتهم. نعم. عرفتي؟ أنا شفتها هذه في حرب 91، يعني أول 4-5 أيام من الحرب كانت الطائرات الأمريكية تمر فوقنا لكنه هي ما تقصفنا. أنا كنت أتفاجئ أقول يعني هذه الطائرات ليش ما يعني تقصفنا؟ يبدو أنه كانت تذهب إلى العمق العراقي وتضرب البطاريات الدفاع الجوي، إلى أن بعدين بدينا نشوف البطاريات تضرب يمنى تضرب. بعد ذلك من ضربوا البطاريات بدوا يوجهون ضرباتهم. أنه أستاذ سرمد، شنو تحليلك؟ هل البارحة الكيان الصهيوني أصاب أهداف حيوية ودقيقة في الجمهورية الإسلامية؟ إحنا خلينا نكون واضحين، هنالك طبعا مثل ما الكيان لديه تعتيم على الإصابات، يعني أنت احنا كلنا نعرف ضربة ايران للكيان الاخيرة كانت قوية. كانت قوية، ايش قد حاولوا يخفون الموضوع، لكن احنا كتحليلات اعرف يعني اعرف انه اكو فشل بالدفاعات الجوية الاسرائيلية، اكو نجاح في عدة صح سقط كذا عدد صواريخ، لكنه كثير من الصواريخ ضربت نفتاليم وضربت تل نوف وضربت حسانين، ذي ضربتهم ضربات مباشرة. يعني أفهم من كلامك البارحة هنالك تعتيم إيران أيضا على ما جرى؟ شوفي بالبداية يعني أنا أعتقد بأنه كان تعتيم إيران، هم ضربوا 3 مناطق يعني طهران وخوزستان وإيلام. أنا ليش ذكرت بأنه قلت ضربوا البطاريات الدفاع الجوي؟ لأن ضربوا مكان قريب على مطار السيد الخميني، هذه ماكو هدف هناك باستثناء البطاريات اللي تحمي طهران وتحمي المطار، فاحتمال الاس 300 ضربوها. لذلك بعدين طلعوا صور شهدائهم، اعتقد 4 عندهم شهداء ضباط ذولا بالدفاع الجوي. انا اعرف جيدا هم يستهدفون الان، عندنا مسارين بالعمليه، اذا كان مسار انه سيستمرون بالضربات راح انا مثل ما قلت لك سيستمرون بضرب الدفاعات الجويه، اذا
لهنا ويتوقفون فراح تبدي مرحلة سياسية أخرى. أستاذ هادي كيف ترد على ما تفضل به ضيفي الكريم؟ هل بالفعل الضربات من الكيان الصهيوني استهدفت منظومات الدفاع الجوي أم ماذا بالضبط؟ ماذا حصل في طهران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية والضيف الكريم ومشاهديكم. أنا أسمحكم عذرا مقدما لأنه الساعة 10:30 على موعد مع قناة أخرى كما اتفقنا مع الأخوة في قناتكم إن شاء الله. في الحقيقة كانت هناك ضربات ولكن ليست ضربات نوعية ومؤثرة، وليست الضربات كانت يعني على مستوى التهديد والوعيد والعنتريات والعربدات التي كنا نسمعها منذ أن قررت إسرائيل أن ترد إلى أن قامت بهذه الضربات على لسان نتنياهو وعلى لسان وفدلاء، خصوصا باعتباره وزير الحرب، إنه سنقوم بعمليات موسعة وموزعة وأهداف متنوعة وضربات قاتلة وسريعة. كل هذا تبخر وتبين أنه إسرائيل أصبحت ست فرح مردوعة بعد عملية الوعد الصادق الأولى وليس الصادق الثانية. الوعد الصادق الثانية في الحقيقة هي أن ركعت إسرائيل وأتى الأمريكي لكي ينقذ الموقف، والآن يتوقعون أنه ربما تحصل عملية وعد صادق ثالثة ولا نعلم مدياتها. ولهذا طلبت رسميا إسرائيل من أمريكا أن تستقر هناك بطاريات التاد، ويعني ثبت فشلها. كانت عندهم يعني 2019 وكانت في المملكة العربية السعودية عندما ضربت أرامكو، وربما سمعت حتى موجودة في السفارة الأمريكية في بغداد. إيران لا تستهين بأي ضربة وحتى لا تسمح بأن يطلق عليها طلقة واحدة، فما بالك أن تقوم في الحقيقة الطائرات التي وفرت أمريكا المجرمة المستبيحة للأجواء العراقية هذه الإمكانية للعدو الصهيوني. إذن في كل أحوال هذا حق مكفول، حق الرد مكفول لإيران، ومهما كانت الضربة ومهما كلفت حتى ولو في الحقيقة قطرة دم واحد من شهيد لنا، هذه في الحقيقة ينتقم لها الجانب الإيراني كما وعد السيد عراقشي. نعم. أنه عندما سئل ماذا لو وجهت حتى ولو ضربة خفيفة، قال مهما تكون نوعية الضربة، أبعاد الضربة ووسعة يعني عمق الضربة، سترد إيران بكل تأكيد. طيب. وربما الآن صد الأوامر لأن هناك كانت استعدادات مسبقة، والآن ربما يقيمون يعني مدى الأضرار وكيفية الضرب. كما قال سماحة السيد في خطبة النصر السيد القائد إيمان خامنئي، نحن لا نتردد ولا نتأخر ولا نستعجل في الضربة، وكما جاء في تقريركم تكون الضربة يعني ضربة عقلانية، ضربة على حسابات أكيد يعني دقيقة، إحداثيات وعلى يعني ردات الفعل، ربما انزلاق المنطقة لحرب شاملة، كل هذه تأتي في حسابات. طيب. الجانب الإيراني وتقوم بالرد على هذا الاعتداء. دكتور، ما المبرر للكيان الصهيوني بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ هم تذرعوا بأنه عملية الوعد الصادق الثانية كانت اعتداء على إسرائيل، في حين أنه هم الذين بدوا الاعتداء بعد عملية وعد الصادق الأولى. سيدتي، أعلن مندوب إيران في الأمم المتحدة أنه نحن أنهينا العمليات القتالية، وعندما جاءوا يعني تجاوزوا على استقلالنا وأمننا وقتلوا ضيفنا في دارنا، فأصبح حسب القانون الدولي والمادة 51 من منشور الأمم المتحدة حق الدفاع، حق الرد، وهذا مكفول يعني قانونيا. حتى بعد عملية الوعد الصادق الثانية كذلك أعلنت إيران منه من جانبنا نحن أنهينا، في الحقيقة انتهت العمليات. ولكن إنه العملية الردعية، الغرور الإسرائيلي، وكذلك يعني ما وجه نتنياهو أنه كيف يضرب بهذه الضربة الموجعة والمؤلمة التي ضاعفت يعني أضعاف مضاعفة عملية وعد الصادق الأولى، فيعني يريد أن يعيد ما وجهه، أو ربما يريد يمسك يعني زمام الردع والمبادرة بيده، فقام بهذه العملية الحمقاء. وإذن هو يعتبر البادئ، والبادئ أظلم. نعم. ومن حق إيران أن ترد، من حقها كذلك اعتدى عليها، ومن حقها أن ترد. طيب أستاذ سرمد، إيران تملك حق الرد على الكيان الصهيوني. نعم. هل سنرى عملية الوعد الصادق الثالثة؟ كيف، أين، ومتى من وجهة نظرك؟ هو أكو ترى هنالك تلميحات بموضوع الرد، هنالك تلميحات بموضوع الرد، لكن أعتقد بأنه إيران ممكن أن تكون نسبة رد قوية في حالة لو تم قصف المنشآت النووية.
أو المصافي النفطية أو القيادات الإيرانية، سواء القيادات السياسية أو القيادات العسكرية. أنا أتوقع ستكون نسبة الرد عالية في هذه الأثناء، لكن أنا أؤكد موضوع واحد، يعني أتمنى أن تتذكري ست فرح، أنا ذكرت لك إياه، أنه الضربات الإسرائيلية، سؤال هل ستكون ضربة واحدة أم ضربات مستمرة؟ هم كانوا يناقشوا بغرفة عملياتهم، نعم، هل ستستمر إلى 5 نوفمبر أم خلص تتوقف بتأثير بايدن وبتأثير كاميلا هاريس؟ عرفتي يعني هذه؟ أنت من وجهة نظرك البارحة كيف قيمت الدفاعات الصاروخية الموجودة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ ما خلت الصواريخ التابعة للكيان الصهيوني بتدمير منشآت حيوية في المناطق المذكورة؟ شنو وجهة نظرك؟ يعني أنا قلت لك هم هسه بالبداية دي يستخدمون الضربات على بطاريات الدفاع الجوي. أنا يعني شفت بعض الفيديوهات اللي هذه يعني اللي أطلقت، يعني أعتقد كانت مدافع ضد الجو 57 ملم. هاي ما سقطت الطائرات الأمريكية. لا تنسين أنه يعني هنالك من الأخبار ما تقول أنه من الحدود تم قصف هذه الأماكن، من الحدود العراقية؟ ما أعرف، لحد الآن العراق لحد الآن نفى هذا الموضوع. المشكلة إيران تهمتنا اليوم مس الأمن، ونيويورك تايمز تقول عبرت من سوريا والعراق. هذه لحد الآن مشكلة. قبل ما ندخل البرنامج أعتقد بدأت تصاعد، لأن إيران قدمت شكوى إلى المس الأمن، قالت في من فضاء العراق المسيطر عليه أمريكيا. انتبهي على التعبير، يعني هم ما قالوا من فضاء العراق اللي مسيطر عليه مثلا العراقيين، من أجل يكون اتهام واضح، اتهام الأمريكي أنه أنتم مسيطرين على الأجواء العراقية. فلذلك إن كانت الضربة، إحنا ما نحمل العراقيين، نحملكم مسؤولية السماح لهذه الطائرات بخرق السيادة العراقية. أنا أقول لك أكو تطور شوي بالموضوع، يعني حقيقة من شنو نوع التطور أساسا؟ يعني إيران قدمت شكوى رسمية، هسه إيران قدمت شكوى رسمية مس الأمن ضمن رسالة محددة بأنه إحنا تم قصفنا من الكيان. أولا هذا الموضوع يعطيهم حق الرد أيضا وفق المادة اللي ذكرناها، المادة 50، أنه خلاص إحنا إذا نتعرض إلى قصف جوي لازم نرد. هاي مادة قانونية بالقانون، مادة قانونية الدولي تتيح لهم هذا الشيء. بعد هي تركيا شلون تدخل بشمال العراق؟ هم مادة قانونية، هي هاي مشكلة. احنا يا ست فرح وتحياتنا للأخ الضيف، احنا العراقيين المشكلة ايران تقصف اسرائيل صواريخ ومتفوت من فوقانا، اسرائيل تقصف ايران طائرات ومتفوت من فوقانا. وهسه احنا انا يعني كتبت قبل ما ندخل كتبت قلت ليكون بعد ذلك نطلع احنا المذنبين في هذا الموضوع. زين احنا لا، هي ما ممكن تظلل، انت دا تشوف جرائم الكيان الصهيوني. لا احنا لو احنا نطلع المذنبين، يعني احنا دا نضرب الكيان منا اصلا دا نضرب الكيان من منو جاي يسج العراق هسه؟ ليش امريكا استخدمت منطلق العراق ومنطلق لاذيه دول الجوار؟ واحنا عندنا ماده دستوريه ممنوعه يا استاذ سرمد، هاي مو محاولات امريكيه لزج العراق في هذه المعركه؟ ماكو اعتراف لحد الان، ماكو لحد الان، اكو سكوت تام. مع العلم عندنا صواريخ ساقطة في كشيفة، خلي بالك صواريخ اليوم انتشرت صورها ساقطة، هل هذه سقطت من طائرات؟ إيش قد رح نتضرر من أنه فضاء نبيد الأمريكيين؟ يعني لا ما 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 رح يعني إذا كضرر علينا كبلد مثل العراق. لا مو كبلد، إحنا عدنا اليوم ما عدنا حماية، ما عدنا سيادة، منشآت عسكرية بيد الأمريكا، سماءنا مكشوفة بيد الأمريكيين. إلى أن يطلعون قوات التحالف الدولي ست فرح، إلى أن يطلعون قوات التحالف الدولي إن شاء الله الوجبة الأولى تطلع بسبتمبر 25، والوجبة الثانية تطلع من قاعدة أربيل في سبتمبر 26. فلذلك إلى أن يطلعون يا الله إحنا نقدر نعزز، يعني عسى أن تصل الرادارات تكتمل عددها عندنا زين، وتكتمل تجي منظومة الأسام الكورية أيضا عسى أن تكتمل، هاي 50 كيلومتر. نعم. يعني مداها إذا اكتملت ذني يعني نحاول قدر الإمكان أنه يصير عندنا سيطرة. طيب. على أجوانا دكتور هادي، ماذا سيكون الرد المقبل؟ يعني يتحدث عن المعايير وعن جهوزية واستعداد إيران وانعكاسه على التماسك الداخلي، أم ستكون هنالك ربما مهاوشات لحرب نفسية قبل ضربات متكررة ومتلاحقة من الكيان الصهيوني على إيران؟ يعني بطبيعة الحال سيدتي، عندما تريد أن تقوم إيران بعملية ضد يعني عدو أولا متغطرس
ووراءه أمريكا ومجموعة الناتو، إن لم نقل بعض الدول الخليجية المطبعة. إذن يجب أن تفتح عدة حسابات، أولا على المستوى العسكري والأمني، كيف ستضرب الأهداف، ما هو منسوب هذه الأهداف، ما هو منسوب الصواريخ التي ستطلق. على المستوى الحقوقي والدولي، إنه من حق إيران أن ترد، وعلى مستوى تبعاته على المنطقة، وأن لا تنزلق الحرب إلى حرب شاملة وإقليمية. كل هذه الحرب الموضوع، لماذا قام السيد عراقشي بجولة مكوكية ليس فقط في دول الجوار، ربما أبعد من دول الجوار، ذهب إلى مصر وذهب إلى الأردن، لماذا؟ لكي يوضح أنه نحن لا نريد أن نوسع رقعة الحرب، ولكن نتنياهو ليس عنده شيء يخسره، لقد خسر كل شيء، وأهمها هي معادلة الردع على المستوى الإقليمي، وكذلك عدم تحقيق أي من أهدافه بالرغم من الدمار وعملية الإبادة البشرية وتجاوز كل خطوط الحدود التي بات حتى ابن الطالب المدرسي يعني يحفظها. في الشمال الآن هناك مقتل لقواته، ما أقوله في الحقيقة الجنوب اللبناني، وكذلك يعني بعد مضي أكثر من سنة ونصف في غزة لم يحقق أهداف ولم يطلق سراح الأسرى أحياء. إذن هو ما عنده شيء يخسره، ربما يريد أن يطيل أمد هذه المواجهة إلى أن يأتي ترامب حسب توهماته، وترامب لا يملك عصا سحرية. نحن خبرنا ترامب بعد عملية في الحقيقة شهداء قادة النصر، الشهيد سليمان وشهيد أبو مهن وغيرهم. إذن إيران لا تكترث بأي تهديد، وإنما تقوم بعملية حقوقية، حتى عملية الوعد الصادق 2 يعني كانت تستطيع إيران أن تضرب أهداف غير عسكرية وغير أمنية، ولكن التزمت بالقانون الدولي أنه نحن من حقنا أن نرد، ولكن في هذا الإطار الدولي، القانون الدولي الذي يسمح لي بحق الرد وبحق الدفاع عن نفسي. إذن في عملية الوعد الصادق 3 أكيد إيران سترد، أما أنه كيف سترد، متى سترد، هذا الخيار يبقى للمسؤولين العسكريين والأمنين والقائد العام للقوات المسلحة. نعم. سماحة الوزير، ولكن دكتور، إيران تلتزم بالقوانين الدولية وبالنظام. نتنياهو لا يعرف ماذا يعني مجلس الأمن، ولا نظام، ولا أعراف دولية، ولا قوانين. هل من الممكن أن تجر إيران إلى حرب إقليمية واسعة وشاملة؟ يعني لا أحد يريد الحرب الإقليمية إلا نتنياهو، ولكن لأفتح قوس من باب الاحتياط، أمريكا يعني لا يخيفها توسيع رقعة الحرب إن لم يلامس مصالحها، قواعدها، وأصدقائها، حلفائها، واستثماراتها في المنطقة، وعلى رأسها موضوع الطاقة. يعني موضوع الجانب العسكري، إيران تستطيع أن تدمر كل قواعد الأمريكية في المنطقة، وربما هي كذلك ستؤذى وستصاب. هذا يكلف الأمريكي غالي إذا ذهبت الثوابيت إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. موضوع الطاقة الآن، يعني حتى موضوع الطاقة، أزمة الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية لم تحل. يعني كثير الآن من دول الأوروبية تضغط على أمريكا أنه لماذا لا تسمح لنا أن نعيد على الأقل موضوع يعني تدفق الغاز والنفط لشركاتنا وصناعاتنا ما إلى ذلك. هذا الضغط الأمريكي هو الذي يعني لجم إلى حد ما الجانب الإسرائيلي أن لا تضرب، وإلا نتنياهو ربما كان يضرب ولكن يخسر المعركة في النهاية. هل من الممكن أن يخرج نتنياهو عن السيطرة؟ يعني يتصرف تصرف ربما فردي بعيد عن الولايات المتحدة؟ الآن لا، الآن في الحقيقة الولايات المتحدة ليست في ورد أن تسمح لنتنياهو أن يغامر ما يشاء، لأنه هو راح يروح بها كما يقول مثل العراقي. نعم. راح يروح في 60 داهية، ولكن هو لماذا لن يستمر في الحرب؟ عسى ولعل أن هو يحصل على شيء، يكسب شيء، إما في غزة، إما في الجنوب اللبناني، إما ضد إيران، ويبقى على كرسي السياسة والسيادة كرئيس وزراء، لا يذهب إلى السجن سيدي. هذا هو مغزى استمرار الحرب. نعم. من في عملية نتنياهو والتيار الديني المتطرف اليميني. نعم. أستاذ سرمد العدواني، يمثل أول احتكاك بين المنظومتين والقدرات العسكرية الإيرانية والصهيونية، من وجهة نظر عسكرية كيف ترى هذا الاحتكاك من حيث القدرات والتطورات؟ سؤال مهم جدا. طبعا لحد الآن تقدير الخسائر ما انعلن بصورة واضحة، يعني لا من الكيان الصهيوني، يعني تقرير الأقمار الصناعية، أكيد هسه هم الأقمار الصناعية وده تأخذ صورة. نعم.
ولا الجانب الإيراني وضح هذا الشيء، والطرفين من حقهم، يعني إيران من حقها أيضا تتكتم على هذا الموضوع. لكن إذا كانت الحرب خدعة، قد يكون أنه يريدون كشف القدرات الجوية الإيرانية، وقد تكون إيران محتفظة ببعض قدراتها اللي مخفية اللي ما استخدمتها. أكو بعض الأحيان كنا بالحرب نسمح للعدو بأن يضرب هذه البطاريات، عرفتي، لتصوير الموضوع إلا بأنه خلص هذه إمكانياتنا، لكن بالحقيقة يعني جس نبض. طبعا جس نبض من الطرفين، انتبهي، يعني الطرفين مو سهلين، يعني دولة إسرائيل هي أمريكا، الكيان الصهيوني أمريكا، وإيران والدول المحيطة بها كلها تقريبا هي مساندة. يعني هذا نقدر نقول ما حصل بالضربة الأولى من عملية الوعد الصادق الأولى من حين أرسلت مسيرات إلى الكيان كانت لجس نبض؟ طبعا، لأنه هذا أيضا سؤال مهم، المسيرة الإيرانية إيش قد تكلفتها؟ خلي بالك، بينما تكلفة صاروخ هذه من 40 إلى 100 ألف دولار، يعني صواريخ الدفاعات الجوية مالتهم الصاروخ الواحد، فهذه خلي بالك بين المسيرة الإيرانية إيش قد تكلف؟ 4,000-5,000 دولار، إيش قد تكلف؟ زين، وربما أقل من هذا السعر. هذه أنت اليوم من تطلقين عليها صاروخ هيل فاير ب40 أو 50 ألف دولار، هذه جريمة عندنا بالعلم العسكري. زين، لذلك أنت تستهلكين العدو بقدراته بهذه الأمور. أوكي، خلتوك على المسيرات، ما عندنا مشكلة، إيش قد خسرت اقتصاديا هذه الخسارة؟ صرفوا على القبة الحديدية أكثر من المسيرات بالأضعاف. هو أنت إيش قلت لي السؤال مهم، أيضا جس نبض، أدز لك 100 مسيرة حير، شلون توقعهن؟ ليه ضربين؟ إذا عبرت مسيرة واحدة كافي، ليه عبرن؟ لكن إيش قد راح تتكلف أنت خسائر بهاي الضربات؟ أخذي هذا الميزان، هذا ميزان خطر. رح تدخل بهذه الحرب الاستنزافية لو لا؟ راح تستمر، قصدك تستمر إذا وجهت إسرائيل ضربة أخرى إلى إيران، محتمل يصير قوي جدا هذا الاحتمال. يعني إذا يعني أنت من وجهة نظرك ممكن الكيان يتجرأ مرة أخرى ويقصف إيران؟ مو قلتش لحد الآن هم ما ذاكرين هل العمليات ستكون مستمرة متتالية أم خلاص توقفنا. خل نكون واضحين أستاذ سرمد، البارحة المشاهد ركيكة وضعيفة جدا، يجيبون صور من طهران وصور تعود إلى حرائق سابقة، وكأنما كانت هو لو ضحكين يعني علينا، لو ضحكين على العالم، لو ضحكين يعني ما أعرف. لا لا، أنا يعني حتى والله البارحة اتصلوا بي قنوات بالأربع الفجر بالخمسة، ما قبلت أصرح أي تصريح. قلت لأخي أنت جايبني عليها ضربة، هاي ثلاث ضربات تخابرني بالليل، تعال أتحرك للقناة وأروح للقناة. قلت له لا، هذا الموضوع أصلا أنا أشعر به، موضوع هذا نتنياهو يعني يضحك علينا. يعني حتى اليوم كخبير أمني وعسكري وإلك باع طويل في هذا المجال، إيش نقدر نفتهم الباحة من الضربة الإسرائيلية؟ استمرت دقيقتين، صور مزيفة، حفظ مال وجه كتبت، قلت له ماذا على مود يقولون ها احنا ضربنا إيران، حفظ ما له لهنا وراح تنتهي المسألة لو راح لها تبعات. هو هذا السؤال اللي جوابه عد إسرائيل، عد الكيان. زين، أنت تقول للولايات المتحدة تريد تفتح حرب شاملة، يعني الدكتور هادي أفضل قال حرب لا. الطاقة. أنت تعرفين نتنياهو إيش قد يأخذ فلوس من هذه الدول؟ خلي بالك دكتورة فرح، ترى أعطوني رقم من 100 إلى 150 مليار دولار هو ماخذ من هاي الدول، لا تخليني أعدد أسماءها، مقابل أنه يهدئ الأمور. هذول كذابين، دول بالمفاوضات، ما حد يريد الحرب. طبعا كذابين، فش يسوي؟ وبايدن خرف، بايدن كان تحدد لي كل الأسماء، انطيني واحدة من هاي الدول. 100 إلى 150 مليار، ترى كل شيء تقدي، يعني هذه معلومة، يعني أنا يعني ما أعرف والله، بس أنا يعني بس دولة واحدة ما ينفع تقول، عوف الدول كلها دولة واحدة، متأكد منها، أخذ مقابل أنه لو تعطوني تعويضات مال القصف مالتي، لو كل الشياطين زين، لازم دول الخليج، لو دول أوروبية، لو هذه أمريكا. المنطقة هذه بالإضافة إلى الدول الأوروبية، هاي من تيم من أتها. بس من دول الخليج، من دول المنطقة أخذ، لازم دولة عتها هواي فلوس، بصورة حلفاء المطبعين، بصورة غير مباشرة أخذ من دول كثيرة، لا تسوينا مشاكل يا ست فرح، أخذ من دول كثيرة. من زين، نتنياهو اليوم يسعى الفلوس، ما يسعى الرجل إلى فلوس، الرجل يسعى إلى البقاء، يسعى إلى فلوس، يريد يبقى بمنصبه حتى ما يروح للسجن. لا، إسرائيل عندها اقتصاد، ما عدها على السياحة وعلى الإلكترونيات وعلى الطائرات وعلى هالشغلة هاي، ما عدها مثلنا نفط وما نفط، على الفواكه ترى وعلى الزرع وعلى الصناعة. أمد الحرب يستمر لو راح تنتهي؟
لا لا ما أتوقع. الأمريكا عندها انتخابات، ما تريد هذا الموضوع يستمر، تحاول أن تكبع جماحهم، تحاول هذا الشيء. بس نتنياهو، خلي أقول للسيد فرح تذكري هذا آخر شيء باللقاء، نتنياهو لا عهد له ولا ذمة، أخذ فلوس العالم وكذب، استمر يقصف جنوب لبنان وغزة. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا الخبير الأمني سرمد البياتي، حياك الله. شكرا، شكرا جزيلا. كان معنا عبر سكايب الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا على كل ما تفضل. إذا مشاهدينا، ختام ملفنا الأول راح يكون عن أبرز ما جاء في منصة إكس حول عدوان الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لنتابع. ملفنا الثاني راح يكون عن استهداف الكيان الصهيوني للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المكلفين بتغطية الأحداث في فلسطين ولبنان، راح نفتحها معكم باستطلاع للمختصين بالشأن السياسي، لنتابع. الصحفيين كشفوا عن زيف القوة الصهيونية، وكشفوا عن زيف الهالة الإعلامية التي سبقت طوفان الأقصى، ولذلك عرضته بالكامل وأظهرت كل مكان من عيوبه في هذه المعركة. ولذلك كان الاستهداف واضحا إلى وسائل الإعلام والصحفيين. طبعا حقيقة الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر إلى الآن يحاول تكميم الأفواه التي تنطق بالإعلام، ولذلك رأينا أنه يوم 7 أكتوبر قد اتفق الكيان الصهيوني مع أكثر من 48 وكالة أنباء عالمية أن تصور الانتصارات لدى الجانب الإسرائيلي حتى كانت بالوهم. لذلك نعتبر أن اليوم الصوت الحقيقي الواضح اليوم موجود في الإعلام العربي هو مخجل، ولكن هناك القنوات التي مع الأسف رأيناها التي هي ناطقة باسم الكيان الصهيوني مع على حساب اليوم الشعب الفلسطيني وما يحدث في لبنان. يعني ما تعودنا عليه هو الإعلام هو يكون صوت الحقيقة، وبالتأكيد يجب أن يصل الخبر لحظة بلحظة ونقل الحقيقة الكاملة. اليوم نتفاجأ بين القنوات العبرية وليس العربية، بعضها بعض القنوات المطبعة هي تنقل زيف الكيان الصهيوني وترفع من حجم الزائف. فبالتأكيد اليوم بعض القنوات اللي تنقل الحقيقة صوت وصورة، سواء في أرض المعركة، الكثير من القنوات التي تنقل انتصارات المقاومة ووضعت إسرائيل في موقف محرج. من جديد أهلا بكم، ورحب بمدير إعلام وعلاقات اتحاد القنوات والإذاعات الإسلامية الأستاذ عدنان العربي، حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا. يعني بداية أبدأ بماذا يريد الكيان الصهيوني من استهداف الإعلاميين والصحفيين في فلسطين، في غزة، في لبنان؟ لماذا هذا الظلم وهذا العدوان وهذا القتل الغير مبرر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة الأيام المباركة. حقيقة اليوم الكيان الصهيوني لا يخفى على أحد، ومنذ مدة طويلة هو له صولات ضد
الصحفيين والإعلاميين، إلا أنه في 7 أكتوبر جاءت القاضية للكيان الصهيوني، على اعتبار حينما نتحدث حقيقة عن الكيان الصهيوني لا نقصد فقط الكيان الصهيوني بس، لكن الماكينة الأمريكية كذلك، على اعتبار أنه إسرائيل وأمريكا هي واحد بالحقيقة. نعم. والجميع يعلم أن لولا وقوف أمريكا والماكينة العسكرية الكبيرة لدى الولايات المتحدة لكانت إسرائيل زالت منذ سنين طويلة، ولكن هذا المد بالسلاح والقوة والدعم والتبني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني هو الذي جعلها تقاوم لحد الآن. وبالتأكيد حينما جاءت الضربة القاصمة لطوفان الأقصى التي نالت من الكيان الصهيوني وبينت للعالم حقيقة هذا المارد الذي كان البعض يخشاه أنه هش، وبدأ وصول إلى مناطق متقدمة من قبل المقاومة، فبالتأكيد أرادت أن إسرائيل تحافظ على ما تبقى من هذا الصورة اللي راسمتها في أذهان مع شديد الأسف يعني الدول العربية والمجتمع الدولي، لكن ولله الحمد يعني حقيقة كان هنالك موقف مشرف من كثير من المؤسسات العربية والمحلية والدولية لكشف الحقائق عن ما يجري في فلسطين وفي غزة تحديدا. هذه الجرائم التي حرية التعبير والصحافة محمية بقانون دولي وبأعراف دولية، إسرائيل لم تلتزم بأي من هذه الأعراف. نعم. اليوم لو خليت الصحافة مقارنة بهذه الأعراف، وين هذه الأعراف من الصحافة ومن الجرائم التي تحصل اليوم؟ نعم، إذا تسمحين لي يعني أكمل ما بدأت. تفضل. فبالتأكيد حينما أصبحت إسرائيل في موقف يعني محرج أمام العالم أجمع من خلال ما تنقله وسائل الإعلام، واليوم إحنا كمؤسسات إعلامية لم يقتصر الإعلام كما في السابق على الصحيفة أو الإذاعة المحدودة أو حتى على القنوات الفضائية، بل ذهب إلى الإعلام الإلكتروني الذي ينقل الحدث أولا بأول عبر الهواتف الذكية. فبالتالي يعني ولله الحمد كشف زيفهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة للكيان الصهيوني هذا النظام الذي كان يدعي الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وكانت هنالك أفلام تعرض على الملأ إذ ما تعرض أجلكم حيوان إلى موقف ما، تجد هذه الدولة مهتمة على اعتبار حقوق الحيوان، وبالتالي هي آلة للقتل، آلة لخلق مجازر مع الشعب الفلسطيني وخصوصا في غزة، وهذا معروف لدى يعني شعوب المنطقة عن ما يتصرف به الكيان الصهيوني. اليوم نمثله نحن بالوحش أو الشيطان الذي لا يمتنع من أن يعني يرتكب أي جريمة دون أي مبرر. فبالتالي حقيقة الكيان الصهيوني ضرب كل الأعراف الدولية وضرب كل المسميات التي متفق عليها، لذلك لم يوقف الكيان الصهيوني حتى في بداية المظاهرات الدولية والعالمية التي ظهرت في كل شوارع العالم، لم يتوقف الكيان الصهيوني ولم يكن هنالك رادعا له، بل مع شديد الأسف كان تصفيق حار في الكونغرس الأمريكي لهذا الشخص نتنياهو، وتمادى حقيقة في قتل الأطفال والنساء والرجال، إضافة إلى ذلك لم يقف أمامه الحرمات الدولية التي ينتهي فيها حقوق الصحفيين. فبالتالي في معركة طوفان الأقصى واليومنا هذا يعني خسرنا الكثير من زملائنا الصحفيين في ساحات المعارك، طبعا هنيئا لهم الشهادة، لكن هذا لن يثني عزيمة كل الصحفيين على اعتبار أن كل صحفي اليوم يحمل رسالة واضحة لنقل الحقيقة. أرحب عبر سكايب من لبنان بالصحفية والكاتبة ثريا عاصي، حياك الله ست ثريا. وحياكم. أهلا وسهلا. ماذا يريد الكيان الصهيوني من الاعتداءات المستمرة على الأطقم الإعلامية والصحفية أثناء تغطيتهم لعدوانه تحدث عن لبنان وفلسطين؟
يعني تماما، هو كما حصل في الاعتداء السافر والمتوحش فجر أمس في لبنان على صحفيين وهم نيام والكاميرات مطفأة، تسلل ليطفئ الكاميرات لكي يطفئ العيون عن المجازر التي يرتكبها وعن الانتهاكات التي تحصل في جنوب لبنان وفي غزة. وهو ليس العدوان الأول على الإعلام في لبنان، يعني كان في بداية جبهة المساندة وفي بداية الاعتداءات على لبنان واستهدف الصحفيين، استهدف وكالات أنباء دولية منها الشهيد عصام عبد الله، وأيضا استهدف مراسلين قناة الميادين التي عاد واستهدفها مجددا الآن، كما استهدف مكتب الميادين في بيروت حين استهدفه وكان يعني كان خاليا من الموظفين. وبالتالي هو حتى في 2006 كيف استهدف قناة المنار، ولكن اليوم هو يستهدف كل شيء. هو مزق القوانين الأمم المتحدة في أمام أعين العالم كله، وهو يعني تجاوز وكل القوانين الدولية وليس فقط الإعلام. نحن شهدنا كيف أطفأ الإنترنت والشبكات الاتصال عن غزة لكي يعتم عنها، أي لكي يحرقها بدون صورة بدون، ولكن طبعا لم ينجح في ذلك. بقي كل طفل بغزة ينقل لنا صورة كما هي، يعني ويقول للعالم أجمع أن هذا الدرع للصحفيين للمسعفين يعني هو تجاوز كل القوانين الدولية وكل الأعراف الإنسانية والدولية باستهدافه للطواقم الطبية لطواقم المسعفين للأطفال للمستشفيات للصحفيين، حتى بسيف القدس، يعني بكل الاعتداءات على غزة كان يستهدف فيها الصحفيين. نعم. ونحن يعني نشهد كيف أنه هناك ستار حديدي بموضوع الإعلام في الكيان الغاصب، يعني هم يعني يفرجون عن الأخبار التي يسمح بنشرها. صحيح. ولذلك نحن نرى أنه يعني هو ضد كل الإعلام، هو هناك سيطرة صهيونية على الإعلام العالمي كما هو يسيطر على يعني على الحكومات العالمية وعلى يعني هو وليد هذه الدول الاستعمارية التي تسيطر على الإعلام. بس هذه دليل على كيف يتعاطى هذه الدول تتعاطى مع الإعلام. وضحت الفكرة السثرية. نعم أستاذ عدنان، لو تحدثنا عن السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية، اليوم ترى قنوات لا نستطيع أن نسميها عربية، الأصح أن نسميها عبرية، تنقل صورة الكيان أكثر من ما تدافع عن المقاومة أو عن العرب أو عن المسلمين، أو دعك من كل هذه المسميات، عن جريمة إنسانية يندى لها الجبين. يعني مع شديد الأسف ما يسمى بالعربان الذين هم مطبعين مع الكيان الصهيوني، الذين حقيقة أنا أشبههم بالكيان الصهيوني فعلا، الاعتبار كل المشاهد الدامية والدموية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في أبناء فلسطين وغزة. يعني من المؤسف نشاهد الاحتفالات في هذه البلدان، مثلا في يعني استهداف واستشهاد مثلا السيد حسن نصر الله مع شديد الأسف، ونشاهدهم يعني رؤساءهم إداراتهم حكوماتهم مؤيدين للعمليات الإجرامية التي ترتكب في فلسطين وفي لبنان، وكذلك حتى سخروا قنواتهم الفضائية أن
تقلب الحقيقة وتتلاعب بالموازين من أجل تخفيف حدة الجريمة، يعني مع شديد الأسف على عكس ما شاهدناه في بعض الدول التي هي أجنبية وغير عربية وحتى غير مسلمة، بدأت تنقل الحقيقة وتقاطع حتى في الجلسات، جلسات الأمم المتحدة أو الجلسات العالمية إذا ما كان هنالك تصريح لنتنياهو أو ممثل عن الكيان الصهيوني. وبالتالي يعني هنالك إرادة كبيرة للولايات المتحدة، هنالك إرادة كبيرة لإسرائيل بصرف مبالغ كبيرة جدا لهذه الوكالات وهذه القنوات الفضائية لقلب الموازين وللسكوت عن هذه الجرائم التي تجري في غزة وفي بيروت، لكن ولله الحمد بوجود الصحفيين الشجعان وكذلك التكنولوجيا الحديثة والأجهزة البسيطة الصغيرة يعني تنقل كل الأحداث. وحقيقة يعني هذا السمت العربي من بعض الدول، ونحن يعني نعرف جغرافيا أن هنالك حدود مصرية وهنالك حدود أردنية وهنالك حدود أخرى لفلسطين، لكن نجد اليوم غزة محاصرة، نجد اليوم لبنان تقاتل لحالها، وهذا مؤسف حقيقة. طيب. لكن إذا تسمحتي لي، لكن حقيقة لن يخفى، وإذا ما لاحظتم في الضربة التي وجهت من الجمهورية الإسلامية إلى يعني إسرائيل، كانت إسرائيل تتباهى بأن هنالك قبة حديدية، ونحن اليوم سننقل كيف ستصد، لكن ولله الحمد اخترقت الصواريخ الإيرانية بكاميرات هي هذه صهيونية لتنقل نعم. الحقيقة إلى العالم أجمع. هذه النقطة اللي أردس حضرتك بها، أكو بعض العرب يقول لك أنه إسرائيل قوة لا تهزم، ويروج لهذه النقطة ويخاف حتى من ظل الكيان الصهيوني. هل اليوم بددت هذه النظرية لو لا زالوا هذول يخافون منهم؟ يعني مع شديد الأسف من يقيم وزنا لإسرائيل هو حقيقة لا يقيم وزنا لإسرائيل، وأنا أعتقد أن هنالك يعني امتعاض حتى من المطبعين من الدول العربية مع الكيان الصهيوني، وأصبح اليوم الكيان الصهيوني عبئا وثقلا مملا حقيقا في المنطقة. اليوم الكيان الصهيوني يعني يقاتل مع عدة جبهات، مع الجمهورية الإسلامية، مع العراق، مع سوريا، مع لبنان، مع اليمن، مع كثير من الدول التي يستهدفها، إضافة إلى غزة وفلسطين. فبالتالي يعني لولا وجود الولايات الأمريكية ولولا ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الدول، اليوم نجد أن نتنياهو وإسرائيل هي واقفة وتزول خلال أيام إذا ما رفعت الولايات المتحدة يدها عن الدعم لإسرائيل. سثرية، لماذا لا نرى أي موقف أو بيان رسمي من المؤسسات الدولية أو الإعلامية الدولية للتنديد بهذه الاعتداءات من قبل الكيان على الصحفيين والإعلاميين؟ للأسف، لأنه سقطت كل الأقنعة وكل المنظمات الدولية والإنسانية التي تدعي الإنسانية والقوانين الدولية تسقط عند هذا. يعني نحن سمعنا كيف تكلم مع الرئيس الفرنسي، كيف صرخ به وقال له عيب عليك، عار عليك، انه شيم اون يو لماكرون، كيف جرى واعترض على ضرب القوات حفظ السلام الدولية الموجودة في جنوب لبنان. يعني هو كل الهيجان الذي حصل، ولذلك هذا الطوفان، طوفان الأقصى، سوف يعم ليحرر كل دول العالم من هذه الطغمة الصهيونية التي تتحكم بمفاصل مهمة بالعالم. ورأينا كيف أسكتوا وكيف تكلموا مع أمين عام الأمم المتحدة، واعتبروه أنه وهم أهانوا كل العالم بذلك. يعني كلنا معنيين بالأمم المتحدة وبهذا المنصب الرمزي الذي يمثله أمين عام الأمم المتحدة، كيف أنهم وصفوه بأنه إنسان غير مرغوب به، persona non grata بكيانه، ولا حتى يروح يتكلم معه.
نعم. وبالتالي ماذا ننتظر من الدول الخانعة بهالطريقة هي بدنا نسميها؟ هي متآمرة، هي شريكة في هذا في هذه الحرب، لأنه عم نسمع الأصوات من دول الحرة مثل فنزويلا وأمريكا اللاتينية وغيرها. نعم. ولا ودول البريكس شفنا المؤتمر اللي انعقد وشفنا الكلمات اللي كانت عم تحكي فيها إيران وروسيا والصين وفنزويلا وكل دول الحرة بالعالم، ولكن هو أرعن وحش هائج، وهو لا يقاتل بإيران ولا يقاتل العراق ولا يقاتل، هو يقتل، هو وحش هائج وفتح جبهات على نعم. كل الدنيا ويريد شكرا. أن يغير نعم. ويغير المنطقة. لا، الصحفيين الصامدين والمتمسكين نعم. بنقل الرسالة كما هي على الجبهات، إن كان في غزة ولا في لبنان أو في الضفة الغربية، وضحت الفكرة. شكرا جزيلا الصحفية والكاتبة ثريا عاصي، اعتذر على المقاطعة ولكن بالفعل وقت انتهى. مدير إعلام وعلاقات اتحاد القنوات والإذاعات الإسلامية الأستاذ عدنان العربي، حياك الله، نورتنا في حصاد اليوم. إذا مشاهدينا نأتي إلى الختام، شكرا لكرم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.